السلام عليكم. اللي بغيت نقول لكم في هذا الميساج هو انك هو ان الانسان الواعي والناجح في الحياه ديالو هو واحد الانسان ما كيشكيش من الظروف او الوضعيه اللي تعيش فيها. هو واحد الانسان اللي تقلب على الحلول باش يخرج من هذيك الوضعيه، او الا تسدوا البيبان كيتاقلم معها لواحد المده بلا ما لقى واحد الفرصه باش يخرج من هذيك الوضعيه. ماشي هو اللي كيأزم الأزمات. خلاصة القول هو دور بك دوك الناس اللي كيعطوك حلول، اللي كيجيبوا لك حلول ما كيجيبولكش مشاكل. حيد دوك الصحاب اللي ما تيصلحوا لوالو في التليفون الفيسبوك وداك التخربيق كله، حيدهم عليك وركز على الهدف ديالك وغتوصل ليه.